شكلها لذيذ أليس كذلك؟ وهي صنعت بعناية. البائعون يحاولون الترويج للمثلجات هنا في بيسكاغوس بلاش رغم غياب الشمس العائد إلى تأخر حلول فصل الصيف هذه السنة، ما أثر على عائدات محلات المثلجات التي هاجرها الزبائن. الأحوال الجوية ليست مواتية، لذا الوضع محزن فعلا، ومع هذا لا نزال نأمل بحلول السياح، وبيسكاغوس جميلة جدا. طقس تعيس هيمن على شهري مايو وجوان، فيما الشواطئ لا تزال خالية خلال الأيام الأولى من شهر جويليا، وبدأت الأوساط السياحية تدق ناقوس الخطر. عادة خلال شهر جويليا يعتبر الناس أنهم سيجدون أماكن شاغرة، لذا هم ليسوا مستعدين مستعجلين على الحجز وينتظرون حتى اللحظة الأخيرة، وإذا كان الطقس جميلا سيأتون، وإلا سيكون وضع القطاع كارثيا. ويصعب حتى الساعة على تجار المنطقة تحديد خسائر الشهرين الماضيين، لكن تأخرت عملية التوظيف الموسمي المهددة في هذا الصيف. مع أحوال الطقس هذه لم نجرؤ على توظيف الكثير من الأشخاص، وكنا ننتظر أن يتحسن الوضع، لكن بعد فترة سيكون من الصعب العثور على موظفين أكفاء، إذ يكونوا قد وجدوا عملاً في مكان آخر. وفي أخكاشون على بعد حوالي 30 كيلومتراً بدأ اليأس من الطقس السيء ينال أيضاً من أصحاب المطاعم، وبعضهم يعتبر أن الأوان قد فات لتعويض الربح الفائت. سنحاول تعويض الخسائر المسجلة في بداية الموسم عند نهايته، إذ لا يمكننا التعويض خلال شهري جوان وأوت، فالنشاط خلالهما كثيف جداً ويكونان محجوزان بالكامل. وإن لم تغير عودة الطقس الحار شيئاً، فإن الشمس تشكل نبأً ساراً بالنسبة لجميع أولئك الذين يقصدون شواطئ جنوب غرب فرنسا. تحتوي منطقة سان جابرييل بلوس أنجلوس على حوالي 600 مطعم صيني، حيث يجد عشاق الطعام الصيني مجموعة متنوعة من الأطباق الوفية لتقاليد الطهيب الصين. في مطبخ الشيف يونكن لا شيء يترك للصدفة، فهو يتبع وصفاته حرفياً، وصفات لم تتغير منذ أن غادر منطقته بالصين، وهذه الأصالة هي التي تجذب أحباء الأكل الصيني. إنه باومو أو ما يسمى بالجنوشي الصيني، وهو في الواقع فطائر مقطعة إلى آلاف القطع الصغيرة. هذا الطبق لا نجده في أي مكان آخر. منطقة سان جابرييل بلوس أنجلوس تحتوي على ثاني أكبر عدد سكان صينيين بالعالم بعد شمال غرب الصين، وهم مهاجرون يأتون من جميع الأنحاء، ولكن يبقون دائم التعلق بمطبخهم التقليدي. أول شيء يقوله الصينيون عندما يجتمعون هو نيكي لامي، وهو ما يعني هل أكلت، فالأكل لغة عالمية. لإرضاء كل الأذواق تقدم المطاعم الصينية مجموعة متنوعة من أصناف الطعام التي تختلف أصولها العرقية. اليوم من المستحيل قطع 20 كيلومتر من دون رؤية مطعم صيني. إذا أخذت مسألة تذوق الطعام الصيني على محمل الجد، فلا بد أن تذهب إلى منطقة سان جابرييل. هناك تجد النكهات المختلفة وطرق الطبخ التي لا تتوفر في أي مكان آخر. مع أكثر من 600 مطعم، صارت سان جابرييل جنة عشاق الأكل الصيني.
Oh, shit. Oh, shit.